عائشة مركي النبي قال لويدي عليه الصلاة والسلام ويؤيدي، فبكت وقالت كل أمره كان عجبا. نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أرن كي سودا ميسك عجيب موها. نبي عليه الصلاة والسلام وقعي دبتنا قربت بيو قريقة سودان أيو هوستا كفري او ويسيست بيبادنكو مو ويسيسين بيتر دبتنا صلاة بيسوتاك. مركو نبي صلوات الله وسلامه عليه الصلاة بيسوتاك أيو أوهيم بلا بي بيلات. فنبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه و أوي بيت إلى إيه المدي أي قد كيس قوي سك ضررتي أوهين تي النبي عليه الصلاة والسلام وش كيس كان صاد ضررتي قنت كيس قاد سو النبي قوت أجن عليه الصلاة والسلام و أوي دبتنا و سجود أي بيت حتى بل الأرض إلى إيه ودولك قوي النبي عليه الصلاة والسلام أوهين درادين صلاة دي سيدو أوي يقود مي دين عوي رتشي في صديبا إلى هذا إلى أي روايات كقارقود وحيت المامي أنو بركنتي قوي أنت النبي هو أوي صلوات الله وسلامه عليه وحيس ويدين تلا وحين أوران كرنا محان النبي جهبين كانوا مقدس صلوات الله وسلامه عليه ما صبابي إن أوهنتي سكر كيس كدر يرتو ما صبابي إن كنت قويه ها سببي إن دولك قوي ها سببي إن بركنتي سوهين لقيده بكاء وأما أوهنت ما وح قروح بضمبا حنا بوحاسوستي أنبياء قومهم كودي إلهي وبريء سبحانه وتعالى أنبياء قومهم كودي إلهي وبريء صالح إلهي وعيد الرعدان وايقمي كوي عاصينا فإنك غفور رحيم أما لئن تعذبهم فإنهم عبادك. مركز النبي عليه الصلاة والسلام أمدي سيلهي وبري اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي بكوع العلي نبي عليه الصلاة والسلام. حديث قصيدة المامة يا إلهي بجبريل صادري ووحي يدي الله سبحانه وتعالى يسقو أقوح نبي محمد لور وريه أي جبريل يرسو ويدي نبي محمد محاط ربطانه جبريل باو ويدي محاكا أوهين يبو كويري ووشاقي نبي عليه الصلاة والسلام جبريل وركي بأل لوقي إلهي وحكويري جبريل وحد قتل هذا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوء أمداد وكار رالق لنينا أكو حمين منه ولسوف يعطيك ربك فترضى بأل لي سبحانه وتعالى. إذن إسقو النبي عليه الصلاة والسلام آخرين بدبادي إلهي وشاقي إسقو أمدي سيدتك الرعسان إلهي سبحانه وتعالى إنا لغو حمين إن الله شاقي هد نوى أوي ها سببي صحابة إن لا إذا دم يتكود بآيات قرآن هبين سدوق العلن يواجه برية يسقو أوية ها سببي إن يسحقين كرواية معاوية أيوة حوية من انضرار لا إذا ده وكم إذا رجع علي تاجر يشتري كسيد ورع علي سفه وحن إلهي وقمر خاتك عيا بولي إن أنا أرك يشتري هبين كم دو قرط يحدقه ورد عيان alo ooyaya oo gadkaysa haya oo ilmadu dareereeyso oo sidii nin bahal qaniinay oo kale u ooyaya oo la ya rabbana dirar baa wuxuu leeyahay waxa reegay muawiya han u waramayay oo isna ilmadu dareereeyso usmaan ibn affan ayay habal dulimi markaas uu ooyay oo ilmadu gadka ka dareereeyso wuxuu leeyahay لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي هذا جنية النار تحتاجني وأنا أنقرنا إن الله بضع مدل يطور دونه وحان رأى الله إله وعيدي قد ما صبرين نار تاه مو قال كيد ربيع بن الخيثم إن أنت يوردالي أي واحد تري أبا وما تسكى سياحتي أبيه قمي وأيبي أركس دبتنا واحد لدي أبا ما تسياحتي وحكير إن النار لا تدع أباك ينام عذابك حسوس تيس أبها هردو موقلا عمر ما أنتي مديد الله قليي أو قريون دوما صلاة سقدتو كين أيا أيا مديد الله قليي جوا تنور داعي إن كيس عبد الله يا ويمي ومضح به عيد أنت وقرق قاضي أيو نبتس صار عمر باو حكولي ويحك ضع خدي على الأرض
عساه أن يرحمني. عمر بن الخطاب بين كيسي لها دي وحليه واردبا كي يقدر كيسكدك بيولي وحبردبت هذا خسارينه عيد إيسا إن ربك إن حرشت بولي بل ويل أمي إن لم يغفر لي ويل أمي إن لم يغفر لي بولي هقبانيه هو يبو سقنا ديمه هو يديبه هو كتي هدي أن ربك إن حرشت يعني ولا عذابية عمر باكو هلان هلا يوكو ليتني كنت منسيا له تبني انتو صامري بل ما انقوري قاسو كلا هذا تلمام هي وحالي لها دا وچيقي سنة المدو اللب اللين امدو بي كل حيد بيد هذا عمر مركا وچيقي سنة لأيو سيدو المين اي اي علامة كسام اسمه نبقو عليه الصلاة والسلام حديثك الصحيح المسلم فكوية الله يساقو صحابة يسال الله اللي يحوي والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ نبي قول حلي عليه الصلاة والسلام سقول سلاتك ذي وكسوك استي صحابة ديسي أيو حلي إله نفتيد قعنتيسي كترتا قرنا أرتي وحان أركي هدا أركي لهيدين وحان أركي هدا أركي لهيدين إن يربى قصل لهيدين يعني قصل كويدين كما يمادين إن بدن وأوي لهيدين تجارون إلى الله سبحانه وتعالى إن بدن وأوي لهيدين صحابة وحيدة أدن إلهي رسولك سيوم حاضركت وحن وحاكلف يا دركت وامحي نبو حكولي رأيت الجنة والنار وحان أركيب النبي محمد لي عليه الصلاة والسلام جنة إيا النار بارك أخوتي في العقيدة نار بارك ورمي لكن كالي قد لك مورمين وحل ليدي واروتش قايد كليفيس واروتش قايد مدوبانية كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل تلفح وجوههم النار وإن جهنم لمحيطة بالكافرين لهم من جهنم مهاد ومن فوقها غواش ليس لهم طعام ومن فوقهم غواش ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع إن شجرة الزقوم طعام لثيم كالمهل يغلي في البطون وطعاما ذا غصة وعذابا أليما وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وسقوا ماء حميما وقطعت أمعاء فقطع أمعاؤهم إليه سبحانه وتعالى وحاصر المحلوق والرمية فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار انطلقوا إلى ذل ذي ثلاث لا ظليل ولا يغني من اللهب إلهي سبحانه وتعالى أنت النار كورمي وحلو عني وحلو عبي هو قال لك شني ماشى للدقي سيد اللي سد الليني وحلو قايلني وحلو سبكني وحل عبي وحل عني وحل تفسيلي وحويان وعبسي قلي جنة إلهي مركوك ورمي نوا جنة لما أورن إيه وحل الشيء وحل نمعك وشره وبيد الدريرية اي خمر له اي شراب له اي ملب له اي عانا له وحال الشيخ حور العين تشوكتا وحال الشيخ حور العين تيسفه حتى إلهي ناسه وكورب قياس رب السماوات والأرض مركو حور العين تسفيني كواعبك تلمام عربك تلمام إلهي وكورب يدقم كودي أخلاق ذودي سيديه قرح ذود كورب حتى إلهي وكورب وحال نقائس أدن من أدونك مركو يشوكان إلهي نينينا إلهي digooda laga warabay inaan digiyo mid dhalmo iyo mid dhalitaan iyo waxba toona inaan ka iman baa ka war laga warabay mar walba inay diyaar yihiin baa ilaahay ka warabay waxaa loo sifeynaya xasidata loogu balbalaadiyo waxa loogu balbalaadiyo waxa weeyaan wax la xasuusiyo walidalika ayuha alikhwa nabi muhammad alayhi salatu wasalam marka uu tilmaamayo lamara mithla an-nar nama haribaha ولا مثل الجنة نام طالبها وور لين حصوصها نبينا عليه الصلاة والسلام أدونك مركم شوقي أو مكتشوقي إلا دبي نفت الله يسوق أنا أي نقطين وبحه أي وي ما دين أنصاري أي هشيس كلا قاله
heshiiskay la galeen maxay ahaay wuxuu nabigu yiri iyadoo carab oo dhan raadcaynayso meel uu galo uu la'yay bay waxay yidhaahdeen waa ku difaacayna naf iyo maal iyo nafiisba waa kugu bixinayna caruurtayadiiyo reerka iyagiiyo waxaanu ka ilaalino saanu kuwa u ilaalina baanu kuu ilaalinaynaa ee maxaanu leenay bay yidhaahdeen maxaanu leenay dowladnimadaa helaysaan aniga dabadayba madax noqonaysaan waa dhergaysaan waa badhaadhobisa baabkaa nebigu kama warramin muxuu ku yidhi walakum aljanna buu yidhi walakum aljanna aalu yaasir oo la cadaabaya buu soo maray qoyska reer yaasir oo islaantii la toorjar garaynayo toorjarkii ku dhimatay sidii loo garaacaya naftu ka boodi oodagii sidii loo garaacaya naftu ka boodi oo camaar oo inan yari markuu adkaysan kari waayey ayuu wax ku hadhadlayo dabeetana nebiga u yimo isagoo oo yoola ilaahay rasuulkiisiiyo markii garaaciiga tiro batay baa uu waxay sheegayaan idhidhi hadday kugu soo noqdaan iska dheeh buu nebigu yidhi intay sidaan arguu yahay kuwaasaa loo cadaabaya markuu soo mara buu lahaa sabra faina mawcidukum aljanna janna qabaailkii u yimay yidhi waa kuu gargaaraynaaye adiga dabada madaxnimada waxba ku leenay baa layidhi arrinku annaga ma nagu soo wareegaya wuxuu ku yidhi ilaahay baa arrinka iskale iska taga cumar baa yidhi nebigaanu soo galay warkaasaan eega mise jibkiisa iyo salligii uu ku jifay waxba uma dhexeeyaan salligaa ku sawira markaasaa nebiga yuuli mise xariijimihii salliga ku yaala waan ooyey yuulaya cumar marka horaan usii eegay buu yidhi barkintiisa waa harag yaroo liif lagu guray liifka soo ma taqaanee geedkan dacarta u eegee waa harag yaroo liif lagu guray markaasaan kor eegay buu yidhi saddex ihaab ihaabku waa haragga markaan dhogorta laga fayday saddex harag oo yaroo qarbed ama sibraad ama waxaa dhe laakiin maca dhogortii ku taallo ayaa meelahaas fudhan buu yidhi markaasaa nebiga eegay buu yidhi mise xariijimihii salliga ku yaala cumar muxuu leeyahy ya rasuul allahi kisra wa qaysar fii maa humaa fiih ilaahi rasuulkiisiiyow kisra iyo qaysarna waxa la ogyahay ku jiraa waa labadii dowladood ee markaa dunida u weynaa boqoradoodii buu tilmaamaya labadanina waxa la ogyahay ku jiraa iyo waana ilaahay caabudin buu yidhi ilaahayna ma caabudaan waxaana way haystaa nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu cumar eegay buu wuxuu ku yidhi ama tardaa an takuuna lahum adunya walana alaakhira wa cumaru miyaan raalli ku ahayn iyaguna intan yar adduunka in la siiyo inana inay aakhiro aynu yeelano riwaayadka qaarkood waxay leeyihin wuxuu ku yidhi awa fii shakin anta yabna alkhataab ulaa'ika qawmun cujilat lahum tayibaatuhum fi lxayaati adduniya cumarow ma shakaa kugu jira buu leeyi kuwan aad sheegaysaa waa qaran aakhira waxba kaga horrin buu yidhi intii yarayd iyaga adduunka ayaa lagu siiyey aakhira waxba kagama horrayso waxaa ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka inoogaga warramaya nebi ambiyada ilaahay ka mid ah oo cidhiidhi galay meel adag ku dhacay nebi bad ku dhacay oo baddoo qudhaan loo dayna kalluun liqay oo calool kalluun ku sii jira intuu bad qarqoomay haddaad biyaha un iska dhex sabaynayso weli rajaad qabtaaye kalluun calooshii ku jira ayaa ilaahay ka warramay subxaanah wa tacaala meeshaa maxaa ka cidhiidhi badan maxaa ka warwar badan inaad bad ku dhacdo oo geed la cuskado lahayn oo haddana nimiri ku liqo waad calool nimiri gasho meeshaa madow markaa galo ilaahay wuxuu leeyahy fanaadaa fi dulumaat mugdiyadaa dhexdoodu ka dhawaaqay muxuu ku dhawaaqayay laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin wuxuu ku dhawaaqaya laa ilaaha ilaa ant subxaanak inii kuntu min aldaalimiin ilaahayow adigaa keli lagu caabudaa subxaanak xumaka ufnaantaada ceebka fogaantaa buu leeyahy wuxuu tilmaamayaa acmaashiisu sameeyey inaan waxaani ka ratibmeyna inaan ilaahay marnaba isaga dulminin ilaahayow lasta bidallamin lilcabiid buu leeyahy ee bal eh innii kuntu min aldaalimiin
إلهي سبحانه وتعالى دبتنا في سورة الصافات في سورة الصاد صافات صاد إلهي وحينا وشابه إنه كبت بادي سببت درادي فلولا أنه كان من المصبحين بإلهي فلولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون هدي لي أنو كم دهان لهين بإلهي لي قوة تصبيح صدا مفسرين تبروا حيلين قوة تصبيح صدا وحلوقت يدا في بطن الحوت قوة تصبيح صدا مفسرين تبروا حيلين أيام كان في الرخاء مركو برواقة كتشري كان يذكر الله يعني في الرخاء دب يترف في الشدة إلهي حسي سبحانه وتعالى لبدا تفسير بنواصح هدي أنو كم دهان لهين با إلهي لي قوة تصبيح صدا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وحكو تشري لها هالكاسي إلهي أنت لقصوا بحين يبا رب إلهي سبحانه وتعالى عائشة رضي الله عنها أي وحي النبي محمد ويديسي عليه الصلاة والسلام سورة المؤمنون آيات كترتو إلى هيلي والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون إلهي وحلي والذين كوي يؤتون بحيني ما آتوا وحي بحيان وحي بحيان جهد عمل صدقاء مالا وحي بحيان كوى بحيي إيغا وقلوبهم وجل با إلهي ليادو قلبي قودو وبقي عبسي كترته وأيوه أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يصارعون في الخيرات وهم لها سابقون با إلهي وحي ويديس عايشي كوى كان وحسميي إهدنا عبسانا إياه إلهي رسولك سيما كوى خمرك عبابا سوى كوى وحضي إلا كوا ساينت عمل حن سميان هدي مؤمنين هدنا عبسان لها نبقوا حكولي لا يا بنت الصديق عائشاي نصديقي واركو سيداد مودي ما هبوا نبقوا ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك يصارعون في الخيرات عائشاي وحويا بولوا كوا الصومية والصلاضية والحلبحية لكن هدنا ولي الله كعبسي قبه ووحي كعبسي قبه نار ما يكتيل أقبل أي نقوم ويدا حذيف من اليمن باوحوا ليه نبي قاكو حدي عليه الصلاة والسلام هبين سيقوتو كنية دبيتنا البغروب بلا بيبويري ما كان سيدي بويري دي ملا إلا بغلا يدو بغلا يدو دوا جس ددو جس كوا بغلي الله تبغلي أفرتن ملاها waxaan sii weeydiin la boqol aayadood markuu akhriyo uu rukuuci doona markaasuu ka socday buu yiri boqolkii markuu akhrinayay buu socday uu waday waxaan sii weeydiin malaa uu inta suurada markuu dhameeyay hadaba suurata al-maghrib waa imsa aboole ilaa 80 aayadood waa laba jis iyo dheeraad waana ragcad wali waxa loo taagan yahay waxaan sii weeydiin malaa markuu dhameeyo البغروه كوعي دونا دبيتنا سورة النساء بلا بيبير مركزو هدنا نساء دمي دبو صنغضا هدنا سورة آل عمران بلا بيبير مركزو هدنا آل عمران دمي وصدع سورة دو شنش اسمي لها أيو رقع دي كواتكو آخرين ايا وحكا قدران سيدو آخرين ايا ما يدو دبين ايا ما يا ربي يبو لمنا جون ايا الله الله يا وحلاي مترسل بوها سد جنب واخرني ولي بقولي هدو صامرة آية تسبيح كورميسا وتسبيح سني هدو آية بريدة إلهي صامرة وإلهي ببريي هدو آية يعني قرآن كون واخرني وحشيغ يلدغمي انت ام حادر والركوع يبو يلو انت يتاقنا ان لقبو هدان الركوع سنة يبولي يعني ان شنشس لقا اخرين يقول دو ayo hadana rukuuc wade oo soo toosay buu leeyo intii in leeg buu hadana taagnaayo ilaahay bariyay oo sujuuda intii la yaani wuxuu tilmaamay qiyaam kii siya sujuudii siya rukuucdii siya wuxuu baa inay isku dhawaayeen qiyaam qoromo dheereeyneen edmantood buu dheereeyneen xan uga dalleena arimaan xan uga dalleena tilmaamayna ilaahay buu heshinay ibaadada dadan u sameeyneysa
إلهي إنه كفوا قذابان الدونين إنه ربي قيل له بلابو معان سني قفكوا لذدة معان كان مركوا لدامي وكقد سنيا هي قفك علي ولذلك بسيدو التاقنا نبقى عقها برالي وكسي عائشة واحد تري إلهي رسولك سيو حات سيدن ويا ليسا إلهي باب الدم بقى قهرية الدم بقى قيد نبا بعضك نافة الدم ببلغو مقريني ما أدنا ستي دوم حتى يسوع عذاب يساوه مصمينيسا نبو عليه الصلاة والسلام وحكولي قوميانا نقونين أفلا كون عبدا شكورا قف ما هذا نقه نبقى عليه الصلاة والسلام وجبريل لفرديو أيام ملك يلي سمد هيدا نما رسمه سودريا جبريل باوحوي ملك كاني سيدي إلهي وأموري هرئو سودريا ما أنت أوهم رسول القيمات وملك أمر وإيمان ملك يملك يموح يا محمد أرسلني إليك ربك ربي ما يصدري إذا الرسالة نبي قوم قاربوا سيدا وأن جبريل له سوديني جبريل بوحي يكين إسرائيس وماها مسألة تن ملك قارب الله سوديني ملك يكار كين نبي قوم عليه الصلاة والسلام وحولي ربي ما يصدري وحنا اللي يقول النبي محمد سأل سوى يدي حال ويديني النبي عليه الصلاة والسلام أملك أن أجعلك أم عبد الرسول ما بغر بالك عندك وأدوك بعبد سيو وإتسات رضعين شو واحد ربك عبد الرسول أدوان الله والرسول إلى بغرته نبكى كم إدهات جبريل بار انت طلب بحنك بحيي نبي عليه الصلاة والسلام بطرسين ايه سواش ما النبي قال له ويدي سواش انت النبي بكل جوابي جبريل بار الله ايه ومحولي توضع لربك يا محمد نبي محمد ربك يسر لك اي جبريل لي نبي عليه الصلاة والسلام ربك بل عبد الحمد أدون الله الرسول أدون الله الرسول بانضغط حول يوحاس نبيك مفكرين وصمرتي مر ديو حبابي يستيبا مك لقلقا قادة يكتغي ويقاتشو لقلقبين يوكو فرديني وحكا وصمر مر نبيك وقارب بضان صوهن لكن مركي حولها بضان يسوه قلين نبيك مكيت سنين وبيعين وفي سجع علي النبي محمد صوموا دورا عبد الرسول إنه نغضوه سهحين كدعاء قبرا نوام حين اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا اللهم ارزق آل محمد كفافا حديث البخاري مسلم بكو يالي بهذه الروايات إلى هو أرسلت غير النبي محمد وحين رشه وغفر كذلك إنه محين لا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا سمع نبي محمد لكن وحق دعي سنين اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا او قوتا واحلى عنه واحكف الله نبي ما فقر دون المياء اللهم انا اعوذ بك من الكفر والفقر وكسوس حبيبي الله بدل ما الله يسرع يعني هذا يريد النبي كفري هي فقري وحلانا نبي وحق دعي سنين لكن حول لكم دعي سنين وحو إلهي ويدي سلي ومحي وحن كفافة وحن قوطة وحلقون نوراده إن ربي أرساغده غير نبي محمد قال تيسو قرماء غير نبي محمد أولا ولذلك مكي سبيد مكي سوارك لحم علي إلهي وقرآن سعودة تييت المام يا محي وباهي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأصرحكن صراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما إلهي بوحلي نبي يا أيها النبي نبي قل لأزواجك هوين كان واحد قلت له هذا مسألة دور رسيح حتى نرشى الدنيا النعمة دي الراحة دي قرح دي الرادي نيساه أنا قلنا نرشى دي وحكم بدالي ما إيه
كالي وايدن حوليني اللي وايدن سي ديني قولي النبي محمد كان نقول ما هي وايدن سينيا ومتعكنا وصرحكنا صراحا جميلة وايدن نعمين يا لكن واحد وايدن سي ديني وانا جفري حوليه نقاط هذا إلهي يا رسولك سيما أنت آخر الدون سانا فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما كوينا وناق السماية إلهي أجر وين بو آخر ودبنها كان الدور تبالي سيد النبي محمد لما دور رسيل من ملك بغرن ما تربطها سي عبد الرسول عبد الرسول أبو دور هوين كسي بأي مقرد دور شد الكريم ولا لي لي الله يا رسول في سي آخر مية دورتين سحوا لا دوني سأنا ولا نسي دايا عاشو نبي هو يولوك يا عايشة أباها يهو يضع لصوت شو تبتنا يد أبوك آخري هي جواب من صوت شو وإلهي رسول في سي آخر أبوي هو يكرة تشاني يا ويتني إلهي رسول من دورت يا مالك آخر حقا قدوا مكوول الحين تري نواق هذا نواحي تري لكن كوا كان هي شيء نبي محمد عليه الصلاة والسلام خير الويدين ما يلا يوم تك خير الله مشيني إذا النبي محمد صاص الضبط هو إنك سنصاص الضبط نمشي نبي ونقاص عائشة رضوان الله عليه إلهي رسولك سيا ويتلها لتا عليك يوم كان أشد من يوم يحد تلقى مالك هاقد بضل لما لنتي وحد ميك وصامة غزوة وحد نبتي فقود عضي مالك هذا حق بدن له مية صامر تبي كتير وحنا بقول السلوات الله وسلامه عليه تلقى وحن كلا كل ماي وحن عن كلا كل ماي مالمه يقود درانا وحكم دبولي مالمه مكيس الله يقصاري عند بيتنا طائف قبطي إنك لورنج ري ابن عبد الليل ابن عبد الكلال يكو حديثان وتجي الدعوة دي انت نشجعي وحبي قدك يسوي دي ee dabeetana hadana dhagax lagu soo saaray caruurta iyo sufaha qof duulkii liitay lagu diray ee la soo dhagxamiyay la soo saaray xadiiskaasi waxa kamid ah nabi gulay fanṭalaqtu wa ana mahmūmun ala wajhi bi wan dhaqaqay nabi gulay salaatullaahi wa salaamu alayhi anigoo wada hammiya ayun baan iska socday buulay xaqoo nabi ku socday mu garanayn meel uu ku socday sida uu geed nabi gulay fala mastafiq illa wa ana bi qarni ta'ali من ميرابين بنبي وري الله أي مركان مريم ويانه قرن تعال سدو وجور ورسنا محوك ووريا إن غير مكان النار دورنا يان غير طائفنا النار دورنا يان إسنا والنار وقد جيوا أيك ورسني وان دقا قيبولا يعني وان وحبك قرنا ينن منن برارقون بولا الله أي مركان مريم قرن تعال أيان قرتيبولا يمشي أن مريم مركان تانس كلا قرتيبولا بقول المام يا سلوات الله وسلام عليه إشجوا عين كاسية أي إلهي لما ملك صادره إذا حديث الصحيح في الله تلمامي جبريل يا ملك الجبال وحل يري جبريل باوح الشقين ملك الجبال الله صعده إلهينا وصام ريوح النبي محمد كويدا هذا صلوات الله وسلامه عليه يال وفلي ملك الجبال وحل يخشبين كلا بضب برادة مكهر راكي حيقا هذا هذا كود دبال وكود دبالي محمد كان النبي بيوت بصيص من الأمل في قضية الدعوة هو لقوا مو غوصا سمدي بي سوغان عيدنا هاي وصيدا الله سوغا لي ايوها دان الرجاء قبا وشلي ولي وحباد بدالي كرشتا ولي وحباد بدالي كرشتا ولذلك بوح لي ولي وحن كان رجاء قبا نبردو دين الهي قصيو كوا اللعاب دعوان الشركية لي يعني وحو النبي الرجاين يا ولي ان الهي سبحانه وتعالى ونبردو دكسي بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا قرآنك إلهي وحي نوت المام يام بيدي سيادة صالحين وأعمال ونكسن سمين إياه هذا نوح كل رأي قرآنك وحكا ورمي يا نبي إبراهيم يا نبي إسماعيل وإلهي بيت كيسة كعبضة بيت الله الحرام لسيا كعبضة لسيا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل لكن محي كل رأي بكثرة الدعاء والرجاء إن إلهي بريان بضن رجيا انه عمل كاك اقبله عمل هو عمل صالح اي وضان واله بيت كيسي غرغيسي بين صيا هذا و خله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا الهي ما اقبل بولا يا عملك
أديق السميع العليم، ربنا واجعل مسلمين واجعلنا مسلمين لك. إله واحد نقي إن شاء الله بمسلمة ومسلمين مكبا، لكن حلي إله إسلام نماذا يذا أقبل أو كوا كوار نقدي عمل كذا كوا لا أقبل نقدي. وحكى القرآن كإلهك والرمية مريم هو يديد امرأة عمران أم مريم أي إلهك والرمية وعلوش وحي كسيدي إلهي هرتي ولا بحضي المي صدق إذا سنسة ووحي كصدق إذا سنسة مساجد كأنه النقضة قفك الشقائية وخادم مساجد وأبي ربطين النقضة دبيتنا وحي لادي. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة إلهي وذان كون نذري وحي علوش إذا كتشرا أذان كاغن لقي إنه بيت كاغا كشقية أذان كون نذري محي لكن لادي. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم بيلادي إلهي إذا أقبل بيلادي أذان كون نذري ربه إذا أقبل إلهي وحي القرآن كينو كاغو الرمية نبي الله إبراهيم عليه السلام سلاد بتكرية هدنا إلهي ويدي سري هو سلاد وغير خنبه يعني سلادي سمد لا أقبله ونوع لا أقبله أين نقطه. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إذن علماء واحد هذان أنبياء ذي الصالحين تو مركه رع عمل كوي كدة ذالان إنه عمل صافي النقطة مرك أي لما يانا بريضة ربي كدة ذالان إن ربي كأقبله عمل كائلي ما دين إن ربي كأقبله أي إلهي سبحانه وتعالى إن بدن كبريا وهي قرآن كوحينا قول رمية قار لي إليها الداب بحسان وطوعا أو بحسان إيا قصف داكو بحسان بوحى بحسان لأقبال ماي ولنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين بإلهي. ولم منافقين في سورة التوبة إلهي كور رموح ليلي أنفقوا طوعا أو كرها أما قصب وحكو بحية أما يدنكو أقبشن بحية لن يتقبل منكم بالله لليدن كأقبال ما يوايو فاسقين باتين بأي لهير فسق قوضة وحكم دا إلهي هدنا آيات كالكوت المامي يوح لي وما منع أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال لماذا والله شيء وحكى لولا الرعي صلاة دا يقو عاجي سيتو كدام بالله يقو أن نشاط ما كتشرين بإلهي سرطة أغان وحكى لولا يلي وحي وحب حياني يقو كرهي يسن هذا مسكين قو حسي سمرون هكاتك وكانون هكاهر دي دار إلهي وما يكا وحد دار إلهي وبحساب الله أقبل إياه. نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وفراش يركو تشيفة صلي وصلي قوي وكيا لا على مديسي صلي جمرك هتكون صحته أديكوا فعلا قاون وحكوا صور ما يحرجش ماها صلي قولي هاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام قياس وصلي أنتوا كوس صحدي صلي وكوس وري على مديسي أدون صلوا كجتشيفة ما هينو أدون واي صحابة ضي النبي عليه الصلاة والسلام واختاري وحيسنين يا واختي وحيسنين لبضوا صامري لكن أدون كان مرة بقلب جود الجلين إجعنتوا دكوتشري. ولذلك ابو عمر وحكوا لي يا رسول الله لو اتخذت فراشا اوفر من هذا ما الفراش يرو كان كفي عن يالت. حديث ابن حبان باورينا يا شيخ الالباني حسن صحيح وكنت المامية يا عمر ما لي وللدنيا وما للدنيا ولي والذي نفسي بيده ما مثلي ومثل الدنيا الا كراكب صار في يوم صاف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. النبي يقول عليه الصلاة والسلام عمره أنا إيه أدون محان قد حيا أدون يانقة محان قد حيا إله نفتيد وقعنتي سكو شرطان كل دارته أدون ميو يهيبة تساله سو ننصع طاعة وما لن حقا يصعره وقيد هرصدي ساعد قيد هرصدود دي بتنكت تقي كاس عقل قيسة هذا ده وقوب استسوق هذا صعطاء هالله وعند عنده خو كلاته ودقيت استراتا هرسو بحد كيف فكر لهي ما دارك هرسو ما فرشان لك دقو بحد كيف فكر لهي عقلية دكوين الدون كتشعل ولا طبق هذا فرشان تيو حردن هدي
تنبقي يا فرشان يا وحبا الله نسا. لكن الإنسان الفطري بن آدم كعادقة تتكمان تدوني ده تشوغا قاربا تشيرا الدارين تجلستان هل هبين سنتكيو هيدا. لكن بن آدم كفطر رضي سي آري حمانين حوفة كرا أوكي واسكو ميدينا دينا عدكتو يينا تصلي لغتو يينا دسكي رجيف سوتو سدسي مرد ساعات كدب أتكا كعيسي اهتمام بدن مصي إيو جيتكو ساعد هوس جوغي يسيدو هوس جوغي وحن نبي قولي يانيقي يأدون ساسا نسكرنا إلهي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ركي لبيني يي يا ربي وحلق الشيغي يا ساقا لغو جيس جيسي يا دي بودن لو جيستي إلهي سبحانه وتعالى وحو سودتشي دو قرآنك كتا الله قصص قرآنك كي يالنا إلهي وينوغا ورمي ويقنا نفس الدواء ترياقي لقد دوين يي عريري قاية ربتاسيا إلهي نبي الله محمد وحو تلمامي فاسدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون. هذا حق الشيخ بالله يري أنك كاكف لنكون ديل ديلية كو إلهي غيرك عابد يدين لأنت وبحي لكن هدنا إلهي وحو تلمامه ساقو انتي سار ريد بركي اللي يري شاقو حق الله تلمامه لبك لو دريمي يهدرين يشرته ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با إلهي يري وحنو أقنا هيبا إلهي إلين لابتو كعلي اليوم يسو وصاني لابتو عري اليوم يدو ذو القربة ينتي وقلنا وإذا يتاهين تلوغة تاقلاي محاد يالي لهي هدي داتك قفك كو قلنا وينتو كطبق قالو هل كاد استاكتبه وده هدوا بنتي كان يرانا ديروه نبي محمد دير كي الرما دب السعودي أبي لهب وهل كو استاقب له وبنتي وحشيقي وحبك ما تشيران ما هين لبيني يقول النبي عليه الصلاة والسلام على الرميسان حتى وحلو ديدي إن وحشيقي كرو وحل قارسي حد بلشادة لقرد عدعيين والي يهي يا أيها الذي نزل عليه ذكر إنك لمجنون إلى هذان طفيل بن عمر وينو قرين إنو دقاس وفر يستي يقول لك أنه دعية أنه كان والي موح سحره ضماد وينه قرأي أنه نبي قبو يمو يريد وروح عليه حقا والي أكو هيسان كدوي ريح دان طفاية وحبان أخرياي عليلي قو نبي قدريمي عليه الصلاة والسلام من توليقي دانك قال إلهي والعاصي يسنم العبد يا رب السماوات والأرض اللي قالوا بينا وتاقين لعلك باخع نفسك إلهي كوليي نفتاد عليلي قالين إسامة هلا قيسة إن رمين ويانا الله سبحانه وتعالى درادت هذا بقى إلهي داوسي وحاصحنون الله ابتسك قميره ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون إلهي وحولي فصبح بحمد ربك فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين إلهي سبحانه وتعالى والتصبيح سال إلي أدقو كله هيا أما سيكون مريا ما هدنق إلهي سبحانه وتعالى التصبيح معناه في اللغة التنزيه أو الإبعاد بين هذا وفقين أدو إلهي عب يحما كده رين يبال إلهي سبحانه وتعالى إلهي تصبيح دو وإلهي وحي وعنط من وحي النقائصة وحي اللي دشيء عن ربي صفات كساهين وإلهي أتكن زهده حمد قنا وعكس جهده وأمانتي يا إلهي أفعاشي سي أسمادي سوناكسنا دقوم حديثه واتكو أمانته هو الثناء إذن ونفي إثبات وذا صعدة وسلبي إيجاب وإلهي سبحانه وتعالى هداد حمكرد يا رئيسه وناقنا أظن نسبيسه وأتكا كور ديدبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى وحي داوكا قطة هي الضيق الصدرك كوهيستا الله بعديدك وكن من الساجدين
فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فصبح وأدبار السجود. إلهي وحنا نبي سكوير الصبر وحيكو هضل أيامك الصبر وصبح بحمد ربكنا إلهي سبحانه وتعالى وتصبيح صو بل إلهي سبحانه وتعالى وحو قرآن كقبر أي نبي عليه الصلاة والسلام يا نقبة رضا النفس إيه التسبيح ديني ولا الصعدان في سورة طه إلهي محوليه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أي كي ترضى بإله إلهي سبحانه وتعالى تسبيح لك عليه أدقوا كمرا يا إلهي حمدك قرماد لا يمنسى قبل طلوع الشمس أي قبل الشروق وقبل الغروب وآناء الليل وأول النهار وآخره أنت بتصبح لك علي بالليل وأقول أنت أنو برين تصبح سو قبل كنت أنو دعين تصبح سو هبين كبرت كيسة تصبح سو مال أنت اللي بدأ دعال تصبح سو تصبح ذا إي حمدك هداد ودب إلهي إلهي سبحانه وتعالى محد قارسة لعلك ترضى أي كي ترضى. مفسرين تبرد بهالكم كفسرة صلوات كان لو جهده لكن علماء وحين والصلاة هي التسبيح صلاة دلفت هذا تصبيحة في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يصبح له فيها بالغدو ولا صلب إلى كت المام يصبح ده وحين مفسرين تذكر راع سيين إن يتهاي محي صلاة دي أمسه ده صلاة ده وحيابه وقوين اللي قبطايا وقفك مصلي قو السمية وتسبيح يتحميد. ونبي عليه الصلاة والسلام معاوية بن الحكم ننكي صلاة ده كل حد لي ده بيتنا صحابة وما اكتاي ايه ومركي دم النبي قو يري وحبرة يي وحكو يري إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ولذلك في علماء واحد هذا تضرب ما يلود الصلاة كم دال التسبيح صدى صلاة افتتاح وتسبيح سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وافتتاح الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وافتتاح لبعض يعني استفتاح القسم هي صلاة وتكبيرة وتسبيح إلهي سبحانه وتعالى لو لي ما دو ركوع هي السجود ندى وتسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ذل يعني إما نوع تسبيح صار وري مركا للركوع سيء مركا للركوع سيء كذلك سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك. يعني إنسان نوع بصائر وري ركوع هي سجود هي نوى تصبيح هي تحميد هذا القرآن أخرده وهذا آية تصبيح سوامرتنا ولا تصبيح صدا أنت تسلادك وجرت قف كان فاتحة قرنا إن محصة ميني إسنا التصبيح سالي لمكان الفاتحة هي نوى تصبيح مركات صلاة أدبار سجودنا أما مركات صلاة كبحضنا هي نوى تصبيح سالي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وإنك أنا دعنا مركات صلاة كبحنا انت صوحر دي انت هذا بدرنا وتحميد وحمد له فاتح هذا اللغو بالأبو الحمد يا ركوع دو حمد الله صعوته سمع الله لمن حمده وحمد له سجود الحمد لله الله صعوته انت كلنا وتحميد يعني الصلاة دو وسبحان الله وبحمده فعله. ولذلك بأن نبي قال إلهي سبحانه وتعالى وحوط المامية وحعريدي هستوحو كقب حيائنا يتهي فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فصبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
نبي محمد وحولي عليه الصلاة والسلام قف نبي إلهي هرتيسة كبار نغاقيو والغو ربنا إياه ما نغاقي كرتين سؤال الشنا ما أفرادو كتشواب موياني واتاقنانيسة قفك كف كريا ما انتاسادو نغاقي دونتا نغاقي ميسيد بالغو ليلا لغو ايديا وار عمرقي محاتكو بحيسة عمره لوسية سادو استعماشي وقت غاقي نغاقي ميسيد هادو كتشواب موياني war umrugo isku mid ma ahayn intii dhalinyaranimada ee xoogaad lahayd xaqaad ku bixisa dhaqaaqay ma isid baa lagu raadigo ka jawaabo mooyaane war waxa xoola shaqeynaysa xaqaad ka keentay ma xaraam bay ahay bisa xalaal dhaqaaqay ma isid baa lagu raadigo ka jawaabo mooyaane xaqaad ku bixisa dhaqaaqay ma isid baa lagu ka jawaabo mooyaane war wixii lagu baray maxaad ku qabato aqoontaadi mid adduunyo mid aakhiraha noqoto ma ilaahay bay ku hoggaamis ma rabbaad kaga cabsatay مدد بعض وحكو ترطي مسه ويتكو حيوك ستيون تدين ادنا ولو حيوك سده هدي الله ربه تا ما ادقان ولو حيوك سده هدي الله ربه وحبا محيوك سيكا هيدون ويتكو حيوك ستي سي الهي باتك قعب ستي سبحانه وتعالى قفك مؤمن كاهي ما لنتا انا دقاق ان انساد وفكرتا ويكو حرد هداد فرصد ده هاي ستا وحان الله تلمام إلهي انت اللي قهرتا غينا تسدبر تورخ بدن عن دوتار الدغاق الدونين أدقو جوابا كبحي موياني جوابها تكبحي سو أي وحي جوابو يندك هادو دغاق سو إن هاد حق الجنة والدغاق يواد بدباد إن هاد حق النار والدغاق يواد هلاك سمي جواب تاتكو أن كبحي سابي كحرانت أيها الإخوة واهو بنتي قفك مؤمن كين ورب الرجين أيه وأنا عمل كين وكف الليل مرنا بالجنة وأنا عمل كين وكف الليل مرنا بين إنه النار كبت بادنا والنبي محمد بالي عليه الصلاة والسلام مت كينه عمل كيس الجنة كم قال أيه ولا هذا قبل يكوي راهدين ولا أنا بيرين إلهي ون حرست مويان لكن استجلاب الرحمة بالله بهي إلهي إن حرستي سادو كان صريصة صادو كبير إلهي كوا إلهي ون حرست إلهي هو أنك عرر يا يا إن حريص مي معقولت إلهه وقت جاي جوا حكلا كوب حين يا إن حريص إلهه كوم جدا إن حريص إلهه النار كبق ما يا إن حريص إلهه كنا ندوني ما يا يجلي وحوكسن ما يا يجلي فقلدنت وحصحي وحوي أنا إلهه عذاب كان كعب قيا يقبل بادي إلهه جنة هذا هم قروي جها يا يا يجي لكن عمل كوتشره جهنم ما ينادن لها صار سوى الله با جدك الصراط ناد مريد دونتو او جهنم كور مرا او دوبان او اثبادان او مدو كورن بريج دوبان او ليدي تيما هو كلاب ليبي او اثبادان او ليدي واسيف او كلاب او هدن مدو او هدن جهنم كدول يا الله هداد مريسو خطرت انت الليغا هداد كسعطو ان جهنم دوشي دا مريد دونتو او ماشا الله مريانا ويهي بريج اد او دوبان و أفضل ومقدية مدو وهي جهنم ومدو ومدو إن هذا مريس سيدا هداتكم مريسو وانا الله بابو لي ورود كاسي إن هذا أروري دون طوال الله با نجاتك سيه كوة بدبادية إن هذا كترتا شكي كترتا ولذلك أيها الإخوة أفدوا حقيقة بمارك محاك ينصدي داتك يضع النار لأوقيا إلا سيحضي يضع قرقا كوحيقا وقبنا أيوه إن أضمتنا هذا هو السحر يا محاكين صدي إذا جنة لغوية بوهينا كسي حتى محاكين صدي محاكين صدي بي علماء دو إلى هذا وضعف الإيمان بالله واليوم الآخر وحير هذا ددك رمينت أي رميسين آخر أي مالي تقيام رمينت اللوتي إذا وحو إيان وين أي واحد يكهر شوغان وادي مكار كيسة نلاش هذا ولا وين أنا كار لبدين إلى هي سبحانه وتعالى وين أنا آخر كار لبدين قرما اللي بدان أوقات الغفلة هدي ترى بضت هدي موجنانتي يدو هنان تكو بضتو قفك هدي قر دنسة قام حين رانا وروا مد عقل قال قد بقوله دنتي سبب ما يقام وح قالوا إسكي قام مشغولي واحد دمدين يرى شقاء كهل مانتو كلون طي أما حقا يرى لعقا وصوق قبصان لهاي كلون طي أيا دتكور دمي عنانا يعني وحي لي واروا بحل دعنانا هو أيو دين تاسي وچرتو قادن كرواي شقا دين تاسي وچرتو قبصان كرواي دوكان كيسي انتاسي وچرو
كاسين وضع عنانا كاية يبردوهن نكا ناري يجن سوغ ياني أنو قيمب كيبا دوهن كيبا غفلة كجرة غفلة تاني وإيمانك آخرة يا إلهي للربيسنا يوليتي وأيو إيمانك هدو كرنه آخرة يا إلهي للربيسي إساقا كينا إنو قفكو طاعدة مركاباديو نا عبسي دانحكو كلفو معاسي دا كفقادو. ولذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام حديثك صحيح كي يالك لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن بالنبي يقول ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن مدي دنين ومكة ترسنين خوارج لا معاصده يا إيمانكم موضى كل ما يان وكي خمر عبي إلهي رسولك سجعل النبي وحده لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله أسل الإيمان مدى فرسنين لكن إن المعاصد قدر كيكا كحين لهابا مغن أيها الإخوة علاجكم مركاسي وحيهي إن إنو إيمان كي ندبو لسنه صحابة إنو كور رميني إن تاري قرآن كآخر سنبا إيمان كو قلع قرآن كو با إن تارو قو بضانين قرآن بضاني با مككو مسعود دقين مركي إيمان كو قلعي وكسنتك الصحيحة ابن عمر وليهي عشنا برهة من الدهر وكان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن واختانوا النولى يبوي لمتكايو إيمانك اللسين جرين تان قرآنك اللسين يعني علمك بدندي سما هين إيمانك بدندي سوحتري كو إيمانك سو حوغي قرآن كم باين باري سيد اللو حوغي قلبه وحا قلبي بلو يلي تقلب كيس ينسيان بدنيديس يا لو شيء بدنيديس وحو بهين حصوصته لو علعليه الهي سادرات القران كو ينوغو علعليه اخره يا جهنم يا عذاب كده وينوغو علعليه الجنه يا نعمه الله وينوغو علعليه الهي وينيديس الهي وينوغو علعليه سوا اخره لين حصوصينيو ان ساعه اتيه اكاد اخفيها وكدارت الهي والذاريات الذروه فالحاملات وقرا فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق أنت إلهي دارتي وحاصر دارة يا إلهي وحلي وحلي ذي يبوهي وارنب وإن الدين اللواقع قيامنا ودعية إلهي سبحانه وتعالى نبي سولي وغنار وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي نبي محمد بلى ليادنا دارة وشئ لتأتينكم إلهي سبحانه وتعالى إن بضن بو ينوغو علعلي ينوشاق إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إلهي وحكا والرمي يدول نارك بغية مرحسا ربي وحلينا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللولي للباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا دول با إلهي كورب يفكرية وإلهي مخلوقات كيسا كفكرية وعبصر أيها الرب قد حصية وغفل أنا يهينين ومركز دا إلهي حصية هده يفرديان يهده يسرتشوغان يهده يشيفان بالي قفك صدح دان حالك مبحو إنو تاغن يهي يهينو فرديو يهينو شيفا وحبا ومدحايا سد حديث حالب إلهي وحط المامين ورب حصيه لكن وام حيوحك عبسر يا إلهي ويدي سنية سبحانك فقنا عذاب النار بلي إلهي وداك حمكه فنه عذابانك نابد قل كامغان قل ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار إلهي وحط الماما يقول أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد هو لك عبصدي جنة قلية يوحى صن مع لواكوة الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وأقوى مركي دوني دشوجين إلهي كم جنجل يا عذاب كيس إلهي سبحانه وتعالى وحصفينيه عباد الرحمن كإلهي نبع عابدي
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إلهي صفاتك كسفية وحكم دكواس هبين ودنيني تاغين. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صفاتك وقم دنا إليه وحكم ده. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. رب سبحانه وتعالى وحك السفين آخرك وبدبادي. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون بإلهيه إن عذاب ربهم غير مأمون. ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب الصموم. إبراهيم بن الأذهب شيخ الله يرضى إبراهيم التيمي أياه حليه دوني دمرك يولا تشوغو نينك آن عبسدو كبض النين وحان وعبس قبابو لنا أهل جنة كم دهين ويا أهل جنة إلهي وحكو سفية وحي رادين إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين بإلهي كسفية لكن وحل ليس ويدي كوي جنة قلي ورمحا جنة إذن كان مركي إلا ويدي وحي رادين مرك أنه أهل كي يرير كي يجي لتشوغنا قفك بن آدم كي ومرك وقول نبدأ وقود دقن يهي مرك تقول كاقي يرير كاقي يدار تاضي ميش هذا شوكتا ومرك تقول دقن تي يقو حيلين مرك أسان وقو عبس بضني هل كان مرك أنه تشوغنا لأنه هبين كي تاقني أو إلهي كقبغرين أو عبسنين سيدا أو قيد فمن الله علينا ووقانا عذاب الصمود. إبراهيم بن الأذهب مرك وحليه ننكي أدونك مركو تشوغي آن إشفاقا سيكوشري مشفقا آن هين وانو عبس قبابو لنان وحل جنة كبيرين وحن كلاو عبس قبابو لي ننك أدونك مركو تشوغي آن مروغي سنين النار إيا عذاب إيا وحصو سعدة كم مروغي سنين كان وحنو عبس قبابو لي وأهل النار كم من نخضة ويا إلهي بقران كوحكو تلمامي وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن كوي نار كبد بادي جنة قلي بحيب إليه وحام هضله إلهي إنك حيي عنا الحزن ربنا إن ربنا لغفور شكور. ربي قيو واكيدا بداف بدن إيه شكورة ساسي إليه إذا قفك الدنيا مركو تشوغو أن حزن هاي نمبويري آخرين كبير ويكوى وردن أرنى يبانو بخيا بولي. أيها الإخوة نبو عليه الصلاة والسلام دعوين كبادين شري أنس بن مالك حديث بخاري وحليه كان أكثر دعاء النبي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نار إنه إلهي كما قنقلوا دعوين كبادين النبي محمد آخرين عليه الصلاة والسلام بكم مدحي ظنوا هذا إلهي وانا تساوه في عيه لكن تمني معها خوفك إن إلهي لقى عبصده وإنه خوف دب النقطة نار إن أتكبغطه وإنه وح دب النقطة. إمام الغزالي رحمة الله عليه باو حلي خوف كنبت أبو دي مثال بانسيني أدونك إلهي الرميسا ما لنت قيامنا الرميسا لنا وان عبصنا إياه ee eraygaasi uu dhab ku yahay haduu saadiq yahay buu leeyahay waxaa ka bixi lahaa ma ka iman la arrimo tusaale buu yidhi haddaad nin boqora ka cabsanayso ama qutaacu tariiq kuwa wadada gooyo jid gooyo dayday jid gooyo ku jiraad ka cabsanaysa buu leeyahay qofku wuu naxaya oo waa baqaya jidhku waa gariiraya oo hurda ka iman mayso oo cunno u dhadhami mayso oo waxaasoo dhan waa kale tagaa siduu u baxsan lahaa oo xataa reer iyo ehelku wax weyn lama aha dhulka iyo deganaashii wax weyn lama aha meeshii dadkuba deganaa inuu ka cararo maadaama aad boqorkan isleedii waa ku dilaya ama waa lagu xidhaya meeshii magaalaahid ba inaad ka cararto bannaan afka saartaa bay u dhowday kayna cidlaa iyo waxsha inaad u baxdo raaxada wuxuu ka doorbidaya buu leeyahay tacabka iyo mashaqada iyo daalku ka doorbidaya khatar oo dhan buu u banbaxaya ويا خطر كوين بوكا عبس قبابو لي فكيف من يخاف بالنار بولي مرك هدي خوف جرو وهذا النار كعبسا نيسو
قفك النار كعبصر يا وين محل لقاها لابولي وين لقاها لابولي حديث كان نبي يقولي ما رأيت مثل النار نام هاربها وحي علماء إلى هذا وصوتك إلى هاي كوك حياة دوميس حالا دنقدبال غوك حياة دن هادم كدقدبال غوك حياة وحكم دبالي النار تهي نقع بسجلية.